Assalamu alaikum. أتعرف بيكي؟ اسمي خضرة إبراهيم أحمد. بتداومي فيني خضرة؟ بداوم في مؤسسة قطر الإعلام، مهندسة الكمبيوتر. خضرة حضرتي معانا برنامج ذكاءات متعددة مع بروفيسور توماس أرمسترونج، وحضرتي مهارات العرض والتقديم مع مستر ليني لاسكوسكي. إيه رأيك في التجربة؟ تجربتي لأول مرة أحضر تجربة بهذه الطريقة، بس إن شاء الله الحمد لله أنا استفدت كثير من التجربة. يمكن ما في فيها كمدرب يعني، بس بفيدني في حياتي العلمية العملية بشكل عام، حتى في شخصيتي يعني شلون أتعامل مع الناس أكثر. كثير استفدت منها. إيه أكثر حاجة استفدتيها في مادة الذكاءات مع بروفيسور توماس أرمسترونج؟ اكتشفت إنه أنا عندي أكثر من ذكاء، وإني أنا صراحة ما أستغلهم أبدا. يعني بركز على ذكاء غير عن ذكاء بحكم طبيعة شغلي. بالنسبة لدورة ليني لاسكوسكي، بالنسبة للدكتور ليني، أكثر حاجة استفدت فيها صراحة بديت أعرف أنماط في شخصيتي ما كنت مكتشفتها، فبديت أكتشف فيها. حبتدي إن شاء الله بعد الكورس هذي أبتدي أشتغل عليها، المناطق الضعف أقويها، مناطق القوة أركز فيها أكثر بإذن الله تعالى. خضرة، ده أول تعامل مع شركة ميدكس؟ أول مرة أتعامل معها إن شاء الله، ما يكون أول وآخر. وإيه رأيك في التعامل مع الشركة؟ صراحة طريقة التعامل جدا سهلة بسيطة. الستاف ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الله يحفظهم كلهم كويسين. شكرا ليك يا خضرة، التوفيق إن شاء الله.